السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت اليوم نهضر لكم على الموضوع تاع الادسنس، الناس اللي خايفين منه بزاف. بالنسبة للادسنس راه ماشي تسد، بالنسبة للادسنس يعني فاش الميزاجو اللي دار انه قسم بين اليوتيوب والادسنس، يعني الى دخلتوا الادسنس ديالكم كتلقاو اليوتيوب وكتلقاو الادسنس. هذيك اللعيبة اللي فيها الادسنس دابا غتمشي الناس اللي ما عندهمش المدونة ولا عندهم شي ابليكاسيون اللي كيتخلصوا منها، غيبقى لهم غير اليوتيوب. الناس اللي عندهم القنوات، الناس اللي عندهم المدونه وعندهم الفيسبوك وعندهم حوايج اخرين، غادي يبقى لهم الادسنس واليوتيوب. الناس اللي عندهم غير اليوتيوب غيبقى لهم اليوتيوب بوحدو.